في سفارة الجمهورية الإسلامية لباكستان اجتمعت فعاليات يوم كشمير بصوت واحد للتضامن مع قطاع غزة في حدث فريد من نوعه يعبر عن التعاون والوحدة في دعم حقوق الإنسان والسلام. تجمعت الأعلام في سفارة باكستان لتكريم القضيتين والتعبير عن دعم الشعب لهما. النائبة السابقة أدب سعود قالت إن الحرب القائمة بين الغرب والإسلام في كل مكان، وأن الغرب يحاول دائما انتهاك حقوق المسلمين إن كان في قطاع غزة أو منطقة كشمير المتنازع عليها بين باكستان والهند. أضافت بحديثها أن الصراع هو قومي وديني ووجود. بغض النظر عن مسماه وعن شكله، العدو واحد، الذي يدير المشهد العالمي هو واحد، حتى وإن اختلفت الجغرافيا أو اختلفت بعض الأحداث أو حتى اختلف اللسان. مهما بلغ يعني صلف هؤلاء الأعداء، ومهما وصلت وحشيتهم إلى القتل سواء في كشمير أو فلسطين أو في غير مكان في العالم، فإن ما نحن نعرف أن هذا مصيرهم إلى الزوال. ولذلك ما علينا نحن إلا الإعداد ورفع الصوت، ونرى نحن على يقين ونؤمن بذلك إيمانا، وهو جزء من عقيدتنا أن نصر الله قريب. ونحن في عقيدتنا وفي سورة الإسراء تحدثت عن الإفساد الأول والإفساد الثاني. نحن الآن في ذروة الإفساد الثاني والعلو الثاني، وكما وعد الله سبحانه وتعالى وإن عدتم عدنا، في الأول هم أفسدوا فأذهبهم الله، والإفساد الثاني المصير نفسه. But it's very important to condemn what's happening in Gaza today. More than 2000 القائم بأعمال السفير الباكستاني لدى الأردن كوجين صادق قال إن الدور الحيوي الذي يجب أن تلعبه المجتمعات الدولية والمنظمات الإسلامية في دعم الشعب الكشميري وسكان غزة، جدد التأكيد على أن باكستان ستواصل دعمها للقضيتين من خلال مبادرات دبلوماسية وإنسانية تهدف إلى تحقيق السلام والاستقرار في المنطقة. That every Pakistani, all the people of Pakistan, they stand with their brothers and sisters in Gaza, and they stand with their brothers and sisters in every place in Palestine. تحدث المشاركون على أن قضية كشمير هي ليست قضية فقط بين باكستان والهند، بل ما يحدث حول العالم حرب واضحة على الإسلام والمسلمين في مختلف بقاع العالم. إن حديثنا عن قضية كشمير يقودنا بشكل مباشر للحديث عن شقيقتها قضية فلسطين، فالقضيتان ولدتا في نفس الفترة الزمنية وهما متشابهتان من حيث نوع الاستعمار اللذين تعرضان له، وهو الاستعمار الاستيطاني العنصري البغيض الإنجليزي. وعليه فإنهما يؤمنان بالمقاومة طريقا لحق تقرير المصير. والظلم يفنى والغصيبة خاسرة، وقضية القدس النفيسة تعتلي هي قبلة من أمها في الخاسرة، والحق يعلو عاجلا أو آجلا للقدس أو كشمير، فهي الناصرة وتدوم باكستان ما دام الهوى. هم أهلنا في الشرق نعم الحاضرة، ونحن سوف نكون الجند إن شاء الله، سواء بقينا أو أننا سوف نربي أولادنا على ذلك حتى يكونوا الجند لمصر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكذلك لفلسطين، وكذلك لكشمير، وكذلك لكل بقعة من بقاع الأرض، وكذلك لأي أخت أو بنت نادتنا من أقصى الأرض سوف نكون لها إن شاء الله سند. في عنا قوة، باكستان عندها قوة عسكرية، الأردن عندهم قوة نوعا ما بشرية بس في بإيدنا سلطة، العالم العربي والإسلامي بيقدر يتحد. الكتاب اللي كتبنا عن كشمير جزء بسيط من اللي عاشوه، فيمكن فهم ما يتعرض له إخوتنا في كشمير وفلسطين وفي غزة هاشم حاليا من إبادة جماعية وتدمير للبشر والحجر وانتهاك للعرض ولحقوق الإنسان وسجن واعتقال بدون أسباب وتدنيس للمقدسات من خلال قطعان المستوطنين
وحين يتظاهر الشعبان الكشميري والفلسطيني مطالبين بأبسط الحقوق يمطرونهم بالرصاص الحي القاتل. كل ذلك يحدث في ظل صمت إعلامي دولي ومزيف للحقائق وواقع الأمور من جميع الوكالات والمنظمات الدولية والحقوقية. وفي المقابل كيف يتم تنفيذ قرارات الأمم المتحدة في أوكرانيا وكوسوفو وتيمور الشرقية في أسرع وقت؟ تجسد هذه الفعاليات الروح القوية للتضامن والتعاون الدولي، حيث يظل الشعب الكشميري وسكان غزة يواجهون تحديات جسيمة. يعكس هذا الجمع بين موضوعي كشمير وغزة رسالة قوية تدعو إلى تعزيز الحوار والفهم المتبادل وبذل الجهود من أجل السلام والعدالة في المنطقة.